وهذه أول علامات التوبة أنه يلوم الإنسان نفسه. وانسجن يونس عليه السلام في بطن الحوت في رواية يقول 3 أيام، وفي رواية أخرى 7 أيام، وأكثر الروايات قالوا أنه 40 يوما كان محبوس في بطن الحوت، ولكن ما في أي شيء يثبت، والله أعلى وأعلم. لما نزل به الحوت إلى أعماق البحر سمع أصوات غريبة لم يفهمها، فأوحى الله تعالى له أنه تسبيح مخلوقات البحر، فبدأ هو كمان يسبح مع المخلوقات قائلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله تعالى عز وجل: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كان يونس عليه السلام بثلاث ظلمات: ظلمة بطن الحوت، وظلمة البحر، وظلمة الليل، فكان ظلام دامس لا يرى شيئا. لكن علي الحرم ذمتي.